معانا الأستاذة أمة الله. السلام عليكم يا دكتور عمرو، ازي وعليكم حضرتك؟ السلام ورحمة الله وبركاته. كل سنة وحضرتك طيب والأمة الإسلامية بخير يا يا رب. رب العالمين. بشكر حضرتك وبشكر الفريق والله، والأستاذة اللي ردت علينا ربنا يبارك لهم جميعا يا رب. أنا خلاص، أنا الأستاذة اللي ردت عليكم دي أنا أعمل لها مكافأة بقى. والله تستاهل، هي والأستاذ هم كلهم فريق محترم يعني، الله ربنا يبارك يبارك لهم هم حضرتكم وأمثالهم يا رب. يا رب إن شاء الله. الله يبارك في حضرتك. والله معلش، هو في سؤال يعني ربما يكون يعني غريب شوية وفي طلب. السؤال الأول، إن أنا لما باجي أقرأ قرآن بفضل أتوب كتير جدا لدرجة إن الدموع بتبقى نازلة من عيني، ما بشوفش القرآن اللي أنا بقراه وبنسى إن أنا قرأت الآية دي ولا ما قرأتهاش. كذلك في الصلاة يعني أنسى أنا سلمت ولا ما سلمتش، سجدت ولا ما سجدتش، حاجات غريبة بتحصل لي وأنا الحمد لله مواظبة على التسابيح وعلى القرآن وعلى الصلاة. طيب، فعايزة حضرتك تقول لي أعمل إيه. المطلب الثاني، إن الزمن بقى صعب قوي. إحنا أنا سني 60 سنة، ولادي في العشرينات يعني، إحنا وإحنا في سنهم كنا عايشين في خير، في خير جامد قوي. نعم. الدنيا كانت حلوة قوي. دلوقتي الزمن صعب قوي على الشباب. طيب، أنا عايزة حضرتك والناس اللي تقدر تتكلم بالدين وببساطة تعلم الشباب نعمة الرضا عشان ما حدش يضعف، لان احنا في زمن صعب جدا جدا جدا، والنفوس لو ضعفت الدنيا هتبقى صعبه اكتر. موافق. يا ريت حضرتك برضو يبقى في حته نعمه الرضا عند الشباب. حاضر حاضر، شكرا لحضرتك. السؤال الاولاني مساله التثاؤب ده، كتير من الناس اللي اتكلموا في هذا السياق بيقولوا ده شيء ايجابي مش شيء سلبي، ان الانسان بيحصل له طمانينه لما يقرا القران. لكن مسألة بقى إن إحنا بقينا نعمل الكلام ده في الصلاة، ده شويتين ثلاثة محتاج إن أنا أراجع شويتين ثلاثة تفكيري. هل أنا بفكر كتير أوي أوي أوي؟ هل بقيت أفكر في بقيت حياتي عامل فيها إيه؟ هل بفكر التفكير الكتير يخلي الإنسان في منطقة الراحة يتثاءب وينسى، وممكن يجيب له أعراض زي تشبه أعراض الوسواس. فأنا عايزك تبطلي تقللي التفكير الكتير، ما تفكريش كتير، ما تفكريش بكل هذه الكثافة، وما تلتفتيش لده، ودايما خليكي حاضرة وقرأي في الصلاة بهدوء وبتؤدة، وما تلتفتيش لهذه المسألة. انت لا عندك شيء خارج عن إطار المنظور ولا أي حاجة، ولا في جن ولا في عفريت ولا في أي حاجة، فقط ده مناسب جدا لعمر حضرتك، وده مناسب جدا 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 لطريقة تفكير حضرتك. فلو وقفنا التفكير بالطريقة دي هيقل التثاؤب، وإن شاء الله ربنا يفتح عليك ويبارك لك.